اخي الكريم، نحن هون بمدينه عربين، حاططنا طيران الاسدي وقاعي. يعني شوف، هاي المنطقه مدنيه كلها، هون بيوت مدنيه، لا في انه مقرات مثل ما بيقولوا ارهابيين نحن بنعتبرهم سوار وفوق راسنا، ولا في انه مقرات ولا شيء. هاي منطقه مدنيه، وهي حديقه هون عامه للاطفال اللي بيلعبوا فيها. الاطفال، شوف الصواريخ، شوف قديش مدى الحفره اللي حافرها اخي. يعني حفره غمقتها 4-5 متر. يعني شو هالعنف هذا، شو هالارهاب هذا اللي عم يعملوا معنا؟ نحن شو عملنا له لحتى يعمل معنا هيك؟ يعني 4-5 غارات، يعني الاولاد كلها هربت بالمدارس كلها، ليك الاطفال ركضت مرتعبه، ما يمكن. يعني الله يجزي، يعني الله هيك ان شاء الله بعاقبه من عنده. آمين. الله يدمره ويدمر طيرانه من عنده. آمين. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني الحكي ما بيوصل. رعب وارهاب كل نهار، ركض من هون ولهون على المستشفيات، وهذا اللي فاقد اهله، وهذا اللي فاقد عم يدور على الجرحى، وهذا يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. الله يوفقه، الله ينتقم منه اشد الانتقام، الله شتت شمله بجاه النبي، الله شتت شمله، يده مقفولون. شوف خربوا الدنيا، خربوا البلد كلها، الله ينتقم منه. لك شو بده لسه؟ هاي شبابنا كلها راحت، هاي اولادنا راحت، نسائنا راحت، اولادنا كلها راحت، شو لسه بدهم؟ لك إلنا الدول الأجنبية والعربية، لك شو بدها روسيا لسه؟ شو لسه بدها عاد روسيا؟ لك هاي ما ضل أطفال، لا رجل نساء، لا رجال، لك شو ضل؟ ما ضل عاد شيء، لك حجر ما ضل، ما سلم منه الحجر، ما سلم، الخشب، لك الشوارع ما سلم منه، لك شو بده العاد لسه؟ الله ينتقم منه.